للمسؤولية الاجتماعية عدة تعريفات ومفاهيم، ومن أبرزها وعي الفرد المرتبط بالمجتمع وانعكاسه على إحساسه الإنساني بما يقوم به من خلال أنماطه الفكرية وسلوكه العام. إلا أن المفهوم الذي سنتحدث عنه أكبر، ألا وهو المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي، بما لا يؤثر على توازن المجتمع من خلال الأعمال والمشاريع. فعلى ضوء ما تعيشه المملكة من حراك غير مسبوق لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإن المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تساهم في الحفاظ على هذا التوازن المجتمعي والنهوض من الناحية الاجتماعية والصناعية والبيئية والتعليمية وغيرها من العوامل التي تؤثر على المجتمع بشكل إيجابي، وذلك من خلال ما توصلت إليه من مساهمات القطاع الخاص على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، إذ بلغت ما يزيد عن 517 مليون ريال، فيما وصل عدد مبادرات الشركات إلى 50 مبادرة بقيمة تجاوزت 516 مليون ريال، بالإضافة إلى نمو الفرص التنموية، إذ بلغت 166 فرصة بقيمة أكثر من 587 مليون ريال، وتجاوز عدد المستفيدين أكثر من 8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد الفرص المتبناة 24 فرصة بقيمة تجاوزت أكثر من 1 مليون ريال، فيما بلغت الجهات المسجلة بالمنصة 1009 جهة للقطاع الخاص و494 جهة للقطاع غير الربحي و89 جهة للقطاع العام. والسؤال هنا، ما مدى انعكاس هذه الأرقام في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية على الاقتصاد والمجتمع في المملكة؟